مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صوماليا نحييكم والى حضراتكم نشرة الاخبار يقراها عليكم فيصل احمد حسين وابرز ما فيها. وزير وزارة الطيران معالي محمود حاشي ووفد رفيع المستوى يقوم بزيارة الى مطار برور. القائد العام لقوات شرطة الصباح وزيارة عمل الى مدينة كبير. مدير وزارة البيئة يفتتح ندوة علمية. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز عناوين، وأما الآن فإليكم بالتفاصيل. قام اليوم وزير وزارة الطيران بجمهورية الصومالي لاند معالي محمود حاشي عبدي وبرفقته وفد رفيع المستوى بزيارة إلى مطار مدينة برعو عاصمة إقليم توغدير من أجل تجديده وإعادة استعماله. قام صباح هذا اليوم وزير وزارة الطيران بجمهورية الصوماليلاند معالي محمود حاشي عبدي على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة لمطار مدينة برعو عاصمة إقليم توغدير. وهدفت هذه الزيارة من أجل الاطلاع على الحالة العامة التي عليها المطار. وفي كلمة الوزير وزارة الطيران أشار من خلال كلمته إلى أن مطار مدينة برعو كان على مر سنوات عدة دون استعمال ونقصا في الاحتياجات والمعدات، وقد بلغ طول أرض المطار 9 كيلومتر مربع. وأشار أيضا وزير الطيران بأنه سوف يكون مستعدا لاستقبال كافة الطائرات خاصة الطائرات التجارية. وأضاف بأن مسؤولي مطار برعو قد تسلموا بالفعل معظم المعدات والاحتياجات الخاصة بالمطار من قبل وزارة الإسكان والتعمير بالصوماليلاند كما كان متفقا عليه مسبقا. وفي كلمة لمدير مطار مدينة برعو سعادة عبد الرزاق سعيد أحمد أشار من خلال كلمته بأن مطار مدينة برعو على عكس المطارات الأخرى فهو أكثر المطارات بالصوماليلاند استعمالا للبضائع التجارية. شارك وزير وزارة التربية والتعليم السيدة زمزم عبدي آدم وعدد آخر من المسؤولين في افتتاح مركز صحي لرعاية الطفولة والأمومة بدار السلام بإقليم هرجيسة. شارك كل من وزير التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي زمزم عبدي آدم والمدير العام بوزارة البريد والاتصالات سعادة فيصل علي الشيخ ومحافظ مقاطعة دار السلام في افتتاح مركز طبي للأم والطفل بقرية عيل الشيخ التابعة لمقاطعة دار السلام. وفي كلمة للدكتور أحمد عبدي حسين وهو من المواطنين الذين ساهموا في إنشاء هذا المركز الطبي، وجه من خلال كلمته شكره وتقديره لكل من ساهم في بناء المركز الطبي بالمنطقة، وناشد وزارة الصحة بضرورة العمل على توفير كافة احتياجات المركز من معدات وموظفين لتقديم الخدمات اللازمة لأهل المنطقة. وفي كلمة لمنسق وزارة الصحة بإقليم مردوتشيح لدى افتتاحه المركز الصحي أشار من خلالها إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة احتياجات المركز الصحي في أقرب وقت ممكن. وتحدث كذلك في المناسبة دكتور إسماعيل علي أوتشامع مستشار الرئيس في الشؤون الصحية أشار من خلال كلمته إلى ضرورة التعاون بين أهالي المنطقة لتطوير وتنمية المقاطعة. قام القائد الأعلى لقوات شرطة الإصلاح والتأهيل فريق أول محمد حسين فرح حيرنا على وفد رفيع وبرفقته الخبير البريطاني بزيارة إلى إقليم قبيلي. قام القائد الأعلى لقوات شرطة الإصلاح والتأهيل بجمهورية الصوماليلاند فريق أول محمد حسين فرح حيرنا على رأس وفد رفيع وبرفقته الخبير البريطاني الذي يقوم بزيارة إلى البلاد مؤخرا. قاموا بزيارة إلى السجن العام بمدينة قبلي عاصمة إقليم قبلي، وبعد الاطلاع على الحالة العامة التي عليها السجن العام ومدى الاحتياجات التي هو في حاجة إليها، تحدث بكلمة القائد العام لقوات الشرطة. أوضح من خلال كلمته بأن الإدارة في صدد إقامة أقسام صناعية لتعليم الحرف اليدوية للمساجين ليقوموا بدورهم في إفادة أنفسهم ووطنهم بعد قضاء فترة عقوبتهم بالسجن. كما قام الوفد الزائر بجولات تفقدية إلى بعض المناطق بالإقليم، كما اطلع أيضا على أحوال المسجونين وتعهد بتلبية احتياجاتهم، كما زار أيضا بعض المواقع التي تقام بها عملية تشييد وبناء واسعة. قام اليوم طلاب جامعة العلوم البحرية بمدينة بربرة بزيارة إلى ميناء بربرة الدولي. رافق الطلاب في هذه الزيارة مسؤولي ومعلمي الجامعة بالإضافة إلى أعضاء من الشرطة البحرية لجمهورية صوماليلاند. قام اليوم طلاب جامعة العلوم البحرية بمدينة بربرة بزيارة ميناء بربرة الدولي. رافق الطلاب في هذه الزيارة مسؤولي ومعلمي الجامعة بالإضافة إلى أعضاء من الشرطة البحرية لجمهورية صوماليلاند، والذين سيقومون بإعطاء الطلاب
دروسا حول كيفية قيادة المراكب البحرية وكيفية عملها والإشارات التي تقوم هذه المراكب باستعمالها أثناء إبحارها في البحر. وقد قام الطلاب بجولة داخل المراكب والسفن البحرية حيث استمعوا إلى شرح مفصل عنها من قبل الخبراء بجامعة بربرة للعلوم البحرية. تحدث بكلمة رئيس جامعة بربرة للعلوم البحرية كابتن عبد الرحمن، أشار من خلالها إلى أهمية هذه التدريبات العملية وأن الهدف منها هو إعداد الطلاب وتهيئتهم لتسهيل عملهم في السفن البحرية. وفي كلمة مسؤول الشرطة البحرية بجمهورية سومالان، أشار من خلالها إلى أن هذه التدريبات هي بمثابة تشجيع للطلاب جامعة بربرة للعلوم البحرية، وحث الطلاب على ضرورة الاستفادة من الدروس المقدمة إليهم وضرورة تطبيقها في حياتهم العملية مستقبلا. وفي الشأن العالمي، وقع انفجار قبل يومين في مدينة جاكسفيل بالولايات المتحدة لم يسفر عن خسائر في صفوف المصلين. وقع تفجير في مدينة جاكسفيل بالولايات المتحدة. التفجير وقع مساء الاثنين قبيل صلاة العشاء أمام مسجد في مدينة جاكسفيل، ولم تنجم عنه أي إصابات لأن المصلين سارعوا إلى أخماد الحريق فورا، ويرجع لأنها تصنف جريمة كراهية ما يثير الاستغراب وصمت كبير في وسائل الإعلام الأمريكية في حادثة التفجير هذه أمام المسجد، إذ تنتقد الجالية المسلمة عدم تنقل تلك الوسائل حتى خبرا واحدا على شاشاتها عن التفجير. أجهزة الإعلام ليست وحدها من التزم الصمت تجاه المركز الإسلامي بجاكسفيل، بل المسؤولون الأمريكيون أيضا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، قرأتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية سومالاند، ونشكركم على حسن الاستقبال والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.